مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه من مؤشر النيله نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه التي ارتفعت مؤشراتها في نهايه التعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصه اي جي اكس 30 بنسبه 46% ليبلغ مستوى 13825 نقطه، وارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 19% ليبلغ مستوى 1256.2 نقطة. وزاد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 20% منهيا التعاملات عند مستوى 1374.48 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 30 كابد محدد الاوزان النسبية بنسبة 38% منهيا التعاملات عند مستوى 15805.2 نقطة. ونتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق، حيث كان قطاع البنوك هو الأنشط تصدر القائمة بنسبة 37.98%، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 10.36%، جاء ثالثا قطاع العقارات بنسبة 10.32%، وجاء رابعا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 9.1%. وبالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع استحوذوا على نسبة 39.57%، واتجه المستثمرون العرب نحو البيع أيضا واستحوذوا على نسبة 11.68%، واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 48.75% من تعاملات السوق. وما زلنا مع فئات المتعاملين من داخل السوق، حيث مال المستثمرون الافراد نحو البيع وحصلوا على نسبه 15.76%، واتجهت المؤسسات نحو الشراء واستحوذت على نسبه 84.23%. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدرها سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 9.33%، ثم سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 8.89%، وحل ثالثا سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.88%، وحل رابعا سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.80%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 6%، تلاه سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 5.69%، وحل ثالثا سهم الألمنيوم العربية بنسبة 4.57%، وجاء رابعا سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 3.23%. مشاهدينا، هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 2.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 698.9 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه، تضمنت تعاملات في سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية بسوق خارج المقصورة. بالطبع التفاصيل في التقرير، لكن اسمحوا لي في البداية أرحب بضيف الحلقة خبير أسواق المال الأستاذ محمد عبد المطلب. أهلا بك يا فندم. يعني اسمح لنا نشاهد التقرير ثم نعود لبدء الحوار مع حضرتك. مشاهدينا، إلى التقرير. من جديد، عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات الاثنين. البورصة تلقت دعما من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، قابلتها ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب والعرب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.4 مليار جنيه، ليصل إلى 698.973 مليون جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 1.5 مليار جنيه. ضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية بنحو 950 مليون جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 ارتفع بنسبة 46%، وصعد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 19%، وشملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 20%. التداولات شملت 164 سهما لشركات مقيدة في البورصة.
ارتفع 68 سهما منها وتراجع 56 سهما واستقر 40 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. اهلا بحضراتكم مره اخرى، واهلا بيك استاذ محمد عبد المطلب. استاذ محمد، يعني النهارده تاني جلسات الاسبوع وتاني ارتفاع على مستوى المؤشرات، اسباب هذا الارتفاع؟ احنا طبعا خلاص احنا داخلين على الشهر 3 او الجزء الاخير في الربع الاولاني، وده دايما بيعلن فيه الميزانيات بتاعت الشركات عموما ومستوى الارباح بتاع الشركات المتداوله في السوق في كل القطاعات تقريبا، بالذات القطاعات اللي فيها قطاع خاص او فيها استثمار اجنبي بتعلن، لان الشركات الحكوميه بتبقى اكتر في شهر 6 او 7 والشركات الخاصه معظمها بتعلن في اول ربع في السنه. طبعا في كذا حاجه اعلنت ارباح الفتره اللي فاتت دي او في الشهر اللي فات ده، وفي حاجات ابتدت تعلن الاسبوع ده، وفي حاجات الاسبوعين الجايين مديه حجم ارباح كويس جدا. هنشوف منها حاجات كتير في التوزيعات الفترة الجاية، من ضمنها مصر الجديدة، البنك التجاري الدولي، وبالذات القطاعين دول بيقودوا السوق سواء قطاع البنوك أو قطاع العقارات. طبعا شايفين مصر الجديدة عليها أخبار إيجابية كتير الفترة اللي فاتت، وهتبتدي على آخر الشهر هيبقى فيها توزيعات مجانية برضو، عندنا حوالي توزيعات في حدود 30 جنيه تقريبا، في حدود هنقول تقريبا 40% من حجم السهم دلوقتي بالنسبة للتجار الدولي، فطبعا ده رقم كبير. فأعتقد أن اللي هيقود السوق الفترة الجاية التجاري كقطاع ده الطبيعي بتاعه، كقطاع في السوق بالنسبة للبنوك، وبعده مصر الجديدة في أحوال كتير. طب أسباب الارتفاع بالتحديد النهاردة يا أستاذ محمد، يعني البعض بيقول أن هناك أنباء إيجابية يعني بالتحديد فيما يخص الطروحات المتوقعة، يمكن هذه أحد أسباب التي تكمن وراء الارتفاع اليوم؟ تمام، احنا كده كده بقالنا فترة بنتكلم في موضوع الطروحات، ما فيش حاجة لسه ثابتة، بس هو اللي جاهز وستاند باي واقف على ان احنا ياخد قرار ان احنا نطرح في تاريخ معين هو بنك القاهرة، وده طبعا هيزود القطاع بتاع البنوك بشكل كبير جدا، وهياخد مساحة طبعا من المؤشر مع البنك التجاري، واعتقد ان هو هيبقى عليه طلب من المستثمرين بشكل كبير جدا، نظرا ان بنك القاهره حصل له اعاده هيكله الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا، وده بنك من ضمن البنوك الحكوميه، فاعتقد ان هو هيعمل اسراء للسوق في الفتره اللي جايه في عمليه الطرح. وفي كلام كتير، يعني نقول ان احنا 70% ان احنا بنتكلم في نص 4 باذن الله ان احنا يتم عمليه الطرح. طب خلينا برضو نتكلم بشكل اكثر تفصيلا على اداء المؤشرات النهارده، بما انها الجانب اللي حقق يعني ارتفاع على وجه الخصوص الرئيسي على سبيل المثال ارتفع بنسبة 46%. تمام، طبعا المؤشر الرئيسي دايما احنا بنتكلم مش التجاري الدولي، يعني مفيش جديد في ان احنا بنقول التجاري بيجي شهر 2 أو 3 في معدلات الأرباح بتاعته بتبقى زي ما الناس عندها اعتقاد دايما، أو هي شايفة ان التجاري هو اللي بيقود القطاع ده، وفي نفس الوقت معدل الارباح او التزايد بتاعه كبير جدا، ففي شراء عليه من المؤسسات، وهنشوف النهارده كان في مؤسسات بالذات اجنبيه ومؤسسات مصريه كتير كان في شراء في السوق، وطبعا الشراء ده في اكتر كان في جزء كبير جدا في التجاري، هو تقريبا اعلى فوليوم في السوق النهارده بالنسبه لبقيه القطاعات او بالنسبه لمعظم الاسهم في السوق، وده بالتالي نسبته 40 او 45% من المؤشر، فبالتالي اي صعود حتى لو طفيف نص في المية فبيعلم عن المؤشر اكتر من نص في المية فعلا. نعم، طب خلينا نتكلم بقى، يعني طالما تحدثنا عن البنك التجاري الدولي قائد الاسهم القياديه، خلينا نتكلم عن باقي الاسهم القياديه في القطاعات الاخرى، ويمكن ايضا على راسها بياتي سهم المصريه للاتصالات. تمام، احنا طبعا المصريه للاتصالات عليها اخبار هنقول ايجابيه، بس الاخبار دي يعني دلوقتي في حالة دراسة أو تحت الدراسة زي ما بنقول، ما مش عايزين ناخد عليها شكل إيجابي أو شكل نهائي في رد الفعل، لأن ممكن يكون رد الفعل دون بشكل قوي جدا بالنسبة لها يديها دفع إيجابية، وفي نفس الوقت أو يديها دفعة سلبية. في رأيين في موضوع مصرية للاتصالات، رأي إن هي اللي تستحوذ على كامل حصة فودافون في مصر، والعكس صحيح، إن شركة فودافون لو هتبيع الحصة بتاعتها للمستثمر السعودي اس تي سي هتكون بتستحوذ بعملية الشراء الإجباري أو عملية الإعلان عن شراء إجباري لنسبة مصرية للاتصالات. نعم، طب يعني أستاذ محمد، تأثير هذه الصفقة بالتحديد على سوق يعني على سوق البورصة وعلى هذا القطاع بالتحديد؟ تمام. صفقة فودافون بالذات، هي فودافون حاليا بتتداول خارج المقصورة، فهي كسهم
مش هيأثر في المؤشر الرئيسي او في السوق الداخلي، انما المصاريف الاتصالات لسه في سوق داخل لحد دلوقتي، وهتؤثر بشكل كبير جدا في الفتره الجايه في حاله بيع جزء كبير من فودافون هيخش سيوله للمصاريف الاتصالات. يعني اعتقد نص السيوله اللي هتخش دي ممكن يحصل توزيعات على السهم ممكن تتعدى 30% من قيمه السهم او 40% من قيمه السهم في الفتره من سعر السوق الحالي حوالي 3 او 4 جنيه. ده اعتقاد ان احنا لو هندخل هنسدد جزء من المديونيات وجزء كبير هيحصل له عمليه توزيع او توزيع اسهم مجانيه بشكل كبير جدا، وده بالفعل هيحصل سيوله في السوق في الفتره الجايه من مصاريف الاتصالات. نعم، خلينا نتكلم برضو على حجم السيوله النهارده بالسوق. كان هناك تراجع في حجم السيوله، خلينا نتكلم ان الحجم الكلي كان 1.5 مليار جنيه. تمام، الحجم ده كله احنا تقريبا هنتكلم ان الاسهم نفسها بتتداول في او الحجم الفوليوم بتاعها النهارده كان في حدود 400 مليون ل 450 مليون. بقيه الحجم ده كله كان في صفقه نقل ملكيه وصفقات تانية خارج سندات زائد صفقات خارج المقصوره، كل ده كان بيمثل حوالي مليار جنيه، وده طبعا ما بيمثلش جزء كبير سواء للمؤسسات المصريه في عمليه الشراء بشكل كبير جدا، بيمثل للشركات او المؤسسات الاجنبيه والاجانب بشكل كبير جدا، لان هو بيتداول على السندات وعمليات الاستحواذ والاندماج اللي احنا شايفينها كتير في الفتره اللي فاتت دي، ومن ضمنها موضوع مصريه للاتصالات وفودافون وموضوع البنوك زي بنك عودة، كل دون بيتداول الفتره اللي فاتت في عمليات الاستحواذ والاندماجات، وده بيدي اسراء للسوق او للاستثمار الاجنبي في مصر. عمليه نقل الملكيه بتخش بسلاسه وبتخرج بسلاسه برضو، وعمليه التخارج في الوقت الحالي سواء في تحويل الدولار او كده، فده بيدي طمانينه لاي حد انه يقدر يخش في اي وقت في استثمار في مصر ويقدر يصفي مراكزه ويخرج برضو بسلاسه وما يبقاش عنده اي مشكله. صحيح. طب يعني استاذ محمد، فيروس كورونا والتعاملات مع الصين اثر على اداء البورصه المصريه؟ التعامل لا، هو الاجانب بنسبه كبيره، احنا اكتر تقريبا نسبه اجانب بتتداول في السوق المصري من اوروبا يعني انجلترا وفرنسا والمانيا بشكل تقريبا في الحدود دي، معاهم جزء كبير من امريكا مع جزء من كندا. هنقول الصين لا، مش كمستثمر بيخش بفند او بيخش بصناديق بتاعته مش بشكل كبير، ممكن شرق اسيا اكتر، ماليزيا وتايلاند، كل دون بيخش بصناديق. الصين اكتر بتخش في مصر باستثمار مباشر اللي هو بناء مصانع او عمليات تحويلات او عمليات تصدير لمصر، هو ده المهم، وده بيأثر على السوق المحلي او السوق الاستثمار المباشر وعلى الخامات وعمليات التصنيع. نعم. او قطع الغيار اللي هي بتستورد من الصين ده انما على قطاع الاسهم نفسه ما فيش تاثير مباشر من الموضوع بتاع كورونا اكتر من عمليات التصدير والاستيراد بيننا وبين الصين. نعم، برضو خلينا نقول ان الاقتصاد المصري اصبح اكثر قدره على التعامل مع الصدمات العالميه، وده حسب تصريح محافظ البنك المركزي. تمام. خلينا نتكلم برضو عن اثر ضمن الاثار الايجابيه للاصلاح الاقتصادي واسعار صرف الدولار اللي وصلت تراجعها امام الجنيه المصري. تمام، احنا الاول كان ما بيحصل اي ازمه عالميه بتاثر علينا في مصر في ايه؟ في ان المستثمرين الاجانب اول ما بيحصل عنده مشكله بره بيضطر يصفي البوزيشن او المركز المالي بتاعه هنا ويبتدي يسحب دولار ويقفل بيه البوزيشن المفتوح او المشكله اللي عنده في اي بلد تانية او في اي سوق تاني عنده مشكله فيها، سواء بقى هي كارثه طبيعيه او مشكله ماليه في البلد بتاعته. الوقت الحالي ما عندش عندنا مشكله من ساعه ما احنا فتحنا الانترا بنك والتحويلات بقت سلسه، بقت ان احنا تقدر تحولي في اي وقت، لان المركز المالي في الدولار دلوقتي في البنك المركزي مركز قوي، تقدري تدخلي وتخرجي دولار بشكل كبير جدا. تقريبا احنا في خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا داخل مصر حوالي 20 مليار دولار في السندات اللي بتطرح من الحكومه وفي استثمارات مباشره وفي استثمارات دلوقتي في قطاع البترول داخله في حوالي 12 مليار دولار، ففي استثمارات الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه داخله في رقم كبير. في نفس الوقت لو حصل اي تخارج ما حدش بيحس بيه زي الاول ما كان بيحصل ازمه في الدولار، لا في تخارج بيحصل اكتر من الدولار اللي بيخش، يعني احنا خرجنا 5 او 6 مليار او 7 مليار داخل قصادهم حوالي 12 او 13، فالمركز عندنا بالموجب اكتر من الاول، وبالتالي ده هيعود علينا ان احنا بالعملة بتاعتنا بترتفع والدولار بينخفض قدامها، واحنا من تارجتين ان احنا ممكن نوصل اقل من كده لمستوى 15 جنيه في القريب، ممكن على 6 شهور في ان شاء الله. طب خلينا نتكلم على سلوك اطراف في البورصه الثلاثه، مصريون وعرب واجانب. مصريون وعرب اتجهوا نحو البيع لكن الاجانب اتجهوا نحو الشراء. تمام،
المصريين بقى لنا حوالي مثلا 4 أو 5 جلسات عمليه بيع، بس معظمها بيع في اوراق او اسهم افراد اكتر. الاسهم القياديه بالنسبه للاجانب هو شايف انها واصله لمستوى اولا متدني بالنسبه للاسعار بالنسبه له، ولان هو بايع في اسعار اعلى من كده. وتاني نقطه مهمه ان هو عنده معلومات عن الميزانيات والارباح الفيصليه او الربع اللي جاي دون، فعارف ان في توزيعات قويه جدا، فيبتدي يشتري باسعار شايفها ان هي في الوقت الحالي اسعار مميزه للشراء، ويستفيد بعمليه توزيع الارباح في الفتره اللي جايه، فبيكون مراكز في الفتره الحاليه. طب بالنسبه لاداء القطاعات، يعني القطاع المتصدر النهارده كان قطاع البنوك، تمام. القطاع الثاني وقطاع الرعايه الصحيه. تمام. احنا عندنا طبعا قطاع البنوك احنا اتكلمنا فيه اكتر من مره، موضوع نعم. التجاري الدولي هو مؤثر فيه بشكل كبير جدا. قطاع الرعايه الصحيه احنا عندنا كذا حاجه دلوقتي، او الفتره اللي السنتين اللي فاتوا لو احنا جينا بصينا عليه هنلاقي من اكتر القطاعات اللي فيها جذب للمستثمرين عرب اكتر من اجانب كمان. استحواذ على مستشفيات زي مستشفى كليوباترا ومجموعه مستشفيات تانية، معامل تحاليل وشركات ادويه بشكل كبير جدا، وعمليه اندماج في القطاع ده بتحصل بشكل رائع. وليه؟ لان المعدل النمو في القطاع ده كبير جدا، فبالتالي عملية الشراء من خلال السوق السنوية اللي هي البورصة بالنسبة للمستثمرين أفضل بكتير، في ظل أن الأسعار برضو أقل من المستويات اللي هي عليها دايما في الأسهم دي بالذات. وقبل توزيع الأرباح إحنا بنشوف ضغط على الأسهم دي شوية، فبالتالي عملية الشراء بتكون قوية جدا في القطاع ده في الفترة. نعم. يا أستاذ محمد، بعض المتخصصين بيروا أن الفترة المقبلة بالنسبة للبورصة إن شاء الله ستشهد رواجا ونشاطا كبيرا، هل أنت مع هذا الرأي ولماذا؟ احنا يعني عامه احنا المفروض اول ربع في السنه دايما بيبقى ربع مميز في عمليه الصعود، بس احنا لحد دلوقتي تقريبا من اول السنه ما حصلش معانا ده. احنا ماشيين في عمليه في سايد واي اكتر، او منطقه عرضيه بين ال 13200 لحد ال 14200، حوالي 1000 بونت بقى لنا فتره شهرين اللي فاتوا دول. فبالتالي انا في الفتره اللي جايه دي اقدر اقول ان انا كسرت المنطقه العرضيه دي وعملت عمليه صدوع فوق ال 14200، ممكن نوصل لمنطقه 15150 او 15200. دي منطقه محوريه على اساسها ابتدي اغير الاتجاه للاتجاه صاعد في الفتره اللي جايه. نعم. مع زياده الفوليوم بشكل كبير جدا، وطبعا الطرح بتاع بنك القاهره هيعمل اسراء للعمليه دي بشكل كبير ان شاء الله. طب توقعاتك يا استاذ محمد لجلسات الاسبوع المقبل ان شاء الله؟ الاسبوع الجاي احنا كده فاضل لنا جلستين اللي فاضلين في الاسبوع دون، واعتقد ان احنا على الاسبوع الجاي هنبتدي نشوف يعني ممكن عليهم السبت او الحد الجاي، يعني في ميزانيات اوريدي خلاص خلصانه هتبتدي تعلن، هيبتدي يعلن الارباح بتاعتها. في تنقل بين السيوله في القطاعات، وشايفين القطاع اللي هيبقى فيه سيوله الفتره اللي جايه برضو مستمر في قطاع البنوك، وبرضو معاه قطاعات جزء من قطاع العقارات، ومع القطاع اللي احنا بنتكلم عليه اللي لسه بادئ اللي هو قطاع المدفوعات الالكترونيه زي اللي هو من ضمنه سهم فوري. القطاع ده هيشهد فيه سيوله كويسه جدا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. استاذ محمد عبد المطلب خبير اسواق المال كنت معنا في هذه الحلقه من مؤشر النيل، شكرا جزيلا لك. شكرا يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقه اليوم من مؤشر النيل، غدا باذن الله حلقه جديده وفريق عمل جديد، فالى اللقاء.